بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم بقى عن البلاد جلوكوز. أخدنا المرة اللي فاتت إيه أنواع الكربوهيدرات وقسمناها وقسمناها كيميكال وقسمناها على حسب ذرات الكربون اللي موجودة فيها. دلوقتي هنتكلم عن البلاد جلوكوز. The normal fasting plasma glucose level is من 70 ل 100 ملي جرام بر ديسيليتر. ده الصايم، الصايم من 6 ل 10 ساعات، الطبيعي بتاعه من 70 ل 100. طب لو وصل 126 هيبقى فيه مشكلة. It increases after meal، بعد كده بتزيد بعد الوجبة، وبعد كده ترجع تاني تستقر ما بين 70 ل 120 ميلي جرام بر ديسيليتر خلال ساعتين بعد الأكل. عشان كده لما بيجي لنا مريض سكر بنقول له هتعمل صايم، معدل الصيام بتاعك هيبقى من 6 ل 10 ساعات، افضل حاجة 8 ساعات. مفروض ان انا الاقي لو هو طبيعي النورمال رينج بتاعه من 70 ل 100، ان زاد عن 110 وصل ل 126 يبقى معنى كده ان هو يبقى مريض سكر. بعد كده لما الانسان بياكل يبدأ يرتفع معدل السكر، يستقر عند 70 ل 120 بعد الأكل بساعتين. برضو البوست برانديال، ده اللي بنسميه البوست برانديال، يعني بعد الأكل بساعتين، لما نلاقيه النورمال بتاعه 70 ل 120 ممكن لغاية 140، ده طبيعي. بعد كده يوصل ل 200 يبقى ده مريض سكر. ايه اللي بيعمل ريجوليشن للبلاد جلوكوز؟ اللي بيحافظ على معدل السكر في الدم انه يبقى في الحدود الطبيعية دي، سواء في فترة الصيام او بعد الاكل بساعتين. اول حاجة عندي هرمون الانسولين. هرمون الانسولين هو الهرمون الوحيد اللي هايبوغلايسيميك هرمون. يعني ايه؟ ده الهرمون الوحيد اللي بيقلل معدل السكر في الدم. اول حاجة increase the uptake of glucose by tissues، يشجع الخلايا تاخد الجلوكوز من الدم، يدخله الخلايا، وبعدين يزود utilization of glucose، سواء بقى oxidation، glycogenesis، lipogenesis، ايه بقى ناحية بقى يكون دهون ويدخلها النسيج الدهني، او يساعد على عملية الاكسديشن عشان الجسم او الخلايا دي تاخد طاقة، او كمان يخليها تروح تكون نشا حيواني ويروح يتخزن في الكبد والعضلات. المهم هو شغلته انه يقلل معدل السكر في الدم. كمان شغلته انه يقلل الجلايكوجينوليسيس. يعني ايه جلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس؟ خلونا واحدة واحدة. جلايكو يعني ايه؟ فاكرين جلايكوجين؟ جلايكوجين ده اللي قلنا النشا الحيواني اللي بيتخزن في الكبد والعضلات لغاية لما الانسان معدل السكر في الدم يقل، يقوم ده يطلع ويكسر ويبقى جلوكوز والجسم يستخدمه. العملية بتاع تحويل الجلايكوجين الى جلوكوز بيسموها جلايكوجينولايسيس. كلمة لايسيس دي يعني بيفكك، بيحلل. دي العملية اللي بيتم تحليل الجلايكوجين تحت تأثير هرمون اسمه جلوكاجون، بيطلع من البنكرياس ويتحول الجلايكوجين الى جلوكوز. امال التانية دي ايه؟ جلوكو انيوجينيسيس. لا، دي عملية تحويل او تخليق سكر من مصدر غير الكربوهيدرات. الجلايكوجين ده كربوهيدرات نشا حيواني، بولي ساكرايد. لكن الجلوكونيوجينيسيس لا، ده هيخلق من الأحماض الأمينية جلوكوز. تمام؟ نقولها تاني، جلايكوجينوليسيس أو جينوليسيس
ده معناها بحلل الجلايكوجين بواسطة جلوكاجون هرمون إلى جلوكوز. جلوكو نيوجينيسيس ده معناها بخلق جلوكوز من أصل غير كربوهيدرات، يعني من أحماض أمينية. يجي بقى أنتي إنسولين هرمون. احنا قلنا الهرمون الوحيد اللي بيقلل معدل السكر في الدم هو الإنسولين. طب الأنتي إنسولين هرمون يبقى دول هيزودوا. مين دول؟ جلوكاجون، لسه كنا جايبين سيرته دلوقتي، قلنا أنه بيحول الجلايكوجين إلى جلوكوز، يعني بيزود. الإبينفرين، الكورتيكوسترويد، الجروث هرمون، سيروكسين. يجي لك سؤال في الامتحان أنتي إنسولين هرمون ونقط، أو يسيبها لك مفتوحة. دول هرمونات بتزود معدل السكر في الدم، هما الخمسة دول: جلوكاجون، إبينفرين، كورتيكوسترويد، جروث هرمون، سيروكسين. abnormalities of blood glucose level. أول حاجة فيهم هايبوغلايسيميا، تانية هايبرغلايسيميا. هايبوغلايسيميا دي معناها drop of blood glucose level below the normal fasting level. اللي يجي الصايم 70 هيبقى أقل منه، نيجي نقيس البلاد جلوكوز نلاقيه أقل من 70، ممكن يوصل بقى 45، ممكن يبقى أقل من 45 ميلي جرام بر ديسيليتر. لقي بقى في إيه؟ في رابط بالس، سويتينج، هيديك، دراوزنس، ولو ما تعالجش أخطر بكتير جدا من إن معدل السكر في الدم يزيد، يحصل كوموديس. عشان كده بنقول الهايبوغلايسيميا أخطر من الهايبرغلايسيميا. الكوزيس اوف هايبوغلايسيميا، هايبر انسولينيم، واحد ياخد جرعة انسولين كبيرة، اوفردوز اوف انسولين. ناس الديابيتي ممكن ياخد جرعة كبيرة من الانسولين. بعض المرضى ممكن تكون ما عندهاش تثقيف كافي بالمرض اللي عندها وبالأدوية اللي بتاخدها، فممكن يروح واخد انسولين من غير ما ياكل، او يجي ياكل بعدها بفترة. طيب ليفر ديزيز، امراض الكبد، بيقل الجلايكوجين السور، وده هيقلل لي انه كان عندي مصدر ان الكبد بيساعد انه يصنع لنا او يكون لنا جلوكوز، والجلوكوز ده يترمي في الدم. كرونيك رينال ديزيز، طبعا لو في حد عنده مرض او فشل او امراض في الكلى بيحصل ترشيح للسكر في البول، وبالتالي هيقل كمان. امبيرد للجلوكو نيوجينيسيس، الاحماض الامينيه كمان هتفقد، وبالتالي هيبقى عندي مصدر مهم جدا من تخليق السكر من مصادر غير كربوهيدراتية، فده هيعمل هيقلل لي معدل السكر في الدم. كمان جلوكوز يوريا، ده واحدة من المشاكل اللي متعلقة بالسكر. هلاقي ان في كمية من السكر موجودة في اليورين اكتر من 30 ميلي جرام بر ديسيليتر. ايه الاسباب؟ اول سبب الهايبرغلايسيميك جلوكوز يوريا. اف بلاد جلوكوز اكفيد زارينا لسريشولد اللي هو 180 ميلي جرام بر ديسيليتر هيعدي من المرشحات في حالات الديابيتس ميليتر، وده طبعا يعني الموست كومن كوز. في رينال جلوكوز يوريا، it is due to decrease the capacity of the renal tubule to reabsorb. ده فبيقل رينال سريشول حوالي 20%، وفي normal pregnancies and renal diseases بيكون في جلوكوز يوريا بسبب ان الرينال سريشول نفسه بيقل حوالي 20% عن الناس الطبيعيين، وبالتالي ممكن نلاقي فيه جلوكوز في اليورين.
بنلاقيه في الحوامل، وده بسبب ان الرينال ثريشولد نفسه بيقل عن الطبيعي.